في الفيديو اللي فات كنا وصلنا ان انا معايا شخص هنا بعت لي ريكورد بحيث ان انا لو ضغطت على الريكورد هيشتغل. السلام عليكم. هوقف. طيب ممكن انا اسجل ريكورد وابعته للشخص التاني ده واضغط على ستوب واعمل سند، لو شغلته برضه هيشتغل ريكورد وابعته للشخص. زي ما احنا شايفين كده الدنيا شغالة وتمام، ولكن في مشاكل كانت بتظهر. نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان انا المفروض اما اضغط على الريكورد ده، الريكورد ده لو هو شغال يطفي، او بقية الريكوردات يعني الموجودة في المحادثة لو شغالة تطفي وده اللي يشتغل. طب لو انا بضغط على ده يبقى بقية الريكوردات تطفي وده اللي يشتغل. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ ان المفروض زي ما انت شايف كده، انا اما اضغط على الزرار ده كده التاني ده واضغط. زي ما انت شايف اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان ده وقف وده ما اشتغلش، وحصل ان ده اتعمل له ديسيبل وده زي ما انت شايف الزرار هنا واقف بالشكل ده، فده كده في مشكلة حصلت يعني. فاحنا بقى عايزين نشوف حل المشكلة دي ايه. حل المشكلة دي احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل جلوبال فاريبل فوق بحيث ان هو يقول لي الاندكس بتاع الحاجة اللي شغالة دلوقتي، او الاندكس بتاع الريكورد اللي شغال دلوقتي. فممكن اعمل هنا فاريبل اسميه سيلف دوت اندكس الخاص بالريكورد، تمام، وهقول ان هو في البدايه بصفر، بحيث ان انا بقى تحت هنا في البلاي اما اليوزر بيضغط على زرار البلاي بتاع الريكورد يعني المفروض لو هو بزيرو، لو البلاينج بزيرو، ساعتها هيروح يعمل ايه؟ هيفتح الريكورد المضغوط عليه ده، صح؟ وساعتها المفروض يخلي ايه؟ يخلي سيلف دوت اندكس للريكورد هي اندكس للريكورد اللي هنا اللي هي جايه له اصلا، عشان يبقى بيقول اللي شغال دلوقتي هيخزنه في الايه، او هيخزن الاندكس بتاعه في الفاريبل ده، عشان ابقى شايفه طول الوقت ان انهي واحد اللي شغال دلوقتي ده كده اللي شغال دلوقتي اللي هو سيلف دوت اندكس للريكورد. طيب else بقى هنا لو سيلف دوبلينج بيساوي يساوي صفر هيشتغل. طب لو ما بيساويش الصفر يعني بيساوي واحد، يعني هو كان شغال، فزي ما قلنا لو هو كان شغال انا كنت عايزه يوقف، ولكن يوقف انهي واحد؟ يوقف انهي اندكس؟ هل يوقف اندكس للريكورد ده ولا سيلف دوت اندكس للريكورد؟ ما هو على حسب برضه. يبقى هنا لازم نعمل الف انه لو سيلف دوبلينج للشات بتساوي تساوي واحد، اند ان ايه؟ ان سيلف دوت اندكس للريكورد هي اندكس للريكورد، صح؟ يعني لو ده هو اندكس للريكورد، يعني لو الريكورد اللي شغال دلوقتي هو الريكورد اللي اليوزر ضغط عليه بيقولك وقفه، ساعتها هتوقف والدنيا شغاله تمام. دي بتساوي واحد، تمام. في بقى حاله كمان، الحاله اللي بعدها ايه؟ اللي هي الف ان يكون سيلف دوبلينج للشات بيساوي يساوي واحد، بس الريكورد اللي اليوزر ضغط عليه دلوقتي عشان يوقفه او ضغط عليه مش هو نفس الريكورد اللي شغال دلوقتي. يعني دلوقتي انا كان معايا ريكورد شغال، ماشي، اللي هو موجود فين؟ موجود في سيلف دوت اندكس للريكورد، واليوزر راح ضغط على ريكورد تاني باندكس تاني خالص، فالمفروض الريكورد التاني اللي هو بالاندكس التاني ده هو ده اللي يشتغل والريكورد الاولاني يطفي. فهنا جوه الاف دي اللي احنا محتاجين نعمله ايه؟ ان احنا نطفي الريكورد الاولاني اللي هو كان شغال اللي هو سيلف دوت اندكس للريكورد ده اللي المفروض يطفي. فعشان كده هنسخ الاوامر بتاع الطافي دي من هنا واحطها هنا، وتعالى نعدل. زي ما قلنا احنا عايزين مين اللي يطفي؟ اللي هو سيلف دوت اندكس للريكورد اللي هو ده. طيب فانا عايز ده اللي يطفي اللي هو اللي الاندكس بتاعه ده كده، تمام. ولكن انا مش هحدث الفاريبلز بتاعت اللي هي البلاينج للشات بيساوي صفر. ليه؟ لان هو هسيبه زي ما هو بيساوي واحد اصلا، صح؟ يعني هو المفروض يتساب زي ما هو بيساوي واحد. ليه؟ علشان ان هو لسه اصلا انا طفيت واحد وهشغل التاني، فبلاينج للشات لسه زي ما هي بواحد عادي يعني. طيب اللي انا هشغله فين بقى؟ اللي انا هشغله اللي هو اللي فوق ده اللي هي الاوامر دي كده، صح؟ فهناخد دي كده كوبي من هنا ونحطها هنا، وهيبقى معايا ايه؟ هنخلي الاندكس للريكورد اللي هيشتغل بقى هو الاندكس للريكورد اللي جاي لي، وبعد كده
المفروض ان انا اخلي ستوب للشات دي بصفر، ارجعها تاني بصفر عشان هي اشغل. وبعد كده زي ما انت شايف احنا ايه مخلينا هنا بواحد، وبعد كده رجعناها تاني بصفر. في مشكلة هتحصل هنا، ولكن تعالى دلوقتي نكمل بقية الحاجات وهنقول ايه المشكلة اللي هتحصل. يعني self.index هو الاندكس للريكورد، هيحدث او هيعمل بلاي يعني. بعد كده الديوريشن للشات ماشي، بعد كده الثريد انها تشغل الديوريشن تمام. المشكلة اللي هتحصل ايه؟ اللي هتحصل نتيجة ان سيلف دوت ستوب للشاب واحد وبعد كده رجع تاني بصفر. هو مين اللي بيتأثر بسيلف دوت ستوب للشات؟ انا اصلا كنت حاططها هنا اخليها بواحد ليه؟ علشان اطفي الثريد دي، اطفي الديوريشن فانكشن شات دي لو طفت يبقى تمام، ابدأ اشغل الريكورد اللي بعده والدنيا تمام. انما انت جيت هنا وقلت له انا عايزك تخلي الستوب للشاب واحد عشان تطفيها، وبعد كده بعدها بكام سطر قمت قايل الستوب للشات تبقى بزيرو مره واحده بعدها. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو هيعوز يشغلها تاني، فممكن تكون الاولى اصلا ما لحقتش تطفي. فانت عايز تتشك هنا هي طفت ولا ما طفتش. ممكن تتشك على مين؟ تتشك على الستيت بتاع الديسيبلد دي. ازاي؟ احنا هنا كنا بنخلي ان الستيت بتاع الزرار وبتاع السلايدر ديسيبلد، علشان اما يدخل الديوريشن فانكشن ويخلص ان هو طفاها بيرجعه النورمال تحت اهو في الاخر، علشان اعرف ان دي خلصت صح. فانا ممكن اتشيك على البلاي او على زرار البلاي وعلى زرار او على السلايدر، لو هما الستيت بتاعتهم نورمال يبقى فعلا الفانكشن دي انتهت وهنشغل الكلام اللي تحت ده. يبقى اسال سؤال، هو قايل اف سيلف دوت مين اللي هو ده كده، ناخد ده كده ماشي دوت سي جيت، ده بيجيب لك الاتريبيوت اللي انت عايزه. طيب انا عايز مين؟ عايز الستيت، هل نورمال ولا لا؟ لو نورمال المفروض الاوامر دي هي اللي هتشتغل. لو هي نورمال ده معناه ان الفانكشن بتاعت الديوريشن فانكشن وقفت فعلا، ساعتها ادخل بقى ايه استدعيها تاني وشغلها للريكورد التاني. بحيث ان تعالى كده نشغل ونشوف ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا. ان انا لو جيت هنا وضغطت على ريكورد، بعد كده هضغط على ستوب وهنعمل سند. تعالى نشغل ده، السلام عليكم، ونشغل ده. اللي حصل ان ده طفى والدنيا تمام، لكن ده ما اشتغلش، الريكورد اللي تحت ده ما اشتغلش. طيب ما اشتغلش ليه؟ تعالى كده هقول لك هو ما اشتغلش ليه. ما اشتغلش بسبب حاجه، بسبب ان انت قلت له الامر ده او الاوامر اللي تحت دي مش هتتنفذ، مش هتشتغل غير لما يكون ان هو نورمال. طب هو مش نورمال، اللي حصل ان هو عمل سكيب للشويه دول كده وما شغلهمش. لا انا عايزه ما يعمل لهمش سكيب، انا عايزه لو هي مش نورمال يفضل مستني هنا، يفضل مستني هنا لحد ما تبقى نورمال. احنا ممكن نعمل الحكايه دي بقى مش عن طريق اف، ممكن نعملها عن طريق وايل. وايل ان هي نوت نورمال، يعني مش نورمال، وهعمل حاجه بالشكل ده كده، بحيث ان اللي هيحصل ايه؟ المفروض انا هخلي البادي بتاعها، خلينا نقول بص يعني مفيش حاجه في البادي بتاعها ماشي. بحيث اللي هيحصل ايه؟ ان طول ما هي مش نورمال يعني لسه الفانكشن ما انتهتش، هيفضل واقف في السطر ده كده مش بيعمل اي حاجه خالص، يعني هيفضل واقف هنا. طيب اول ما يبقى نورمال ساعتها بقى هيروح يشغل، فده كده تمام. لو انا جيت ضغطت هنا وهنا وبعد كده عملت ريكورد، هضغط على ستوب ونعمل سند ونضغط هنا، السلام عليكم، وبعد كده عملت ريكورد، هضغط على ستوب، الدنيا تمام وشغاله تمام. طيب لو انا بشغل ده وقمت راجع شغلت ده تاني وبعد كده عملت الله وبركاته، الدنيا تمام، ارجع شغل ده، هضغط على ستوب، تمام قوي. طيب تعالى نحط اكتر من ريكورد، يعني انا اسجل كمان واحد ونشوف هل فعلا هيقفل هل باقي الريكوردات هتقفل ولا ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا ضغطت على ريكورد فهو بيسجل، بعد كده تعالى نقفل بقى ماشي، هنعمل سند زي ما انت شايف. هشغل ده، دلوقتي انا ضغطت على وبعد كده عملت ريكورد زي ما انت شايف، هضغط على ستوب، تمام، السلام عليكم، وبعد كده عملت ريكورد بيسجل، بعد كده تعالى نقفل بقى كده تمام. تعالى نشغل ده، هضغط على ستوب،
الله وبركاته. كده ريكوردات تمام. طيب كده مفيش حاجه في ان حد بيقطع حد، او لما شغل واحد الباقي يطفي، الدنيا تمام قوي. ولكن في حاجه بسيطه بقى لازم نعدلها، ان ايه؟ ان الريكورد بقى اللي انا بسجله هنا لما بضغط على تسجيل وبعد كده بيظهر في الفريم تحت ده لما اضغط بقى على ستوب، المفروض ان هو الريكورد ده برضو لو هو شغال الشويه اللي فوق دول، لو انا يعني شغلته وكنت مشغل اي واحد من فوق، اللي فوق ده يطفي، ولو انا مشغل اي واحد من فوق وده كان شغال يبقى ده هو اللي يطفي كده يعني. فممكن نعمل الحكايه ديت ازاي؟ انت طبعا لو جيت تعمل تختبرها دلوقتي هتلاقي في مشاكل يعني. اضغط هنا كده وبعد كده عملت ريكورد هنا لما بضغط على تسجيل وبعد كده زي ما انت بيظهر شايف، في الفريم تحت ده لما اضغط بقى على زي ما انت شايف في مشكله حصلت، ان ده فضل مكمل هو ما قالش الكلام بتاعه يعني، وقف فعلا وما قالش الكلام بس فضل مكمل، وده اشتغل برضه وكمل لحد الاخر، ففي مشكله حصلت يعني. فاحنا بقى عايزين نظبط الحكايه دي، ان لو ده اللي تحت اشتغل اللي فوق يقطعه، ولو اللي فوق شغال اللي تحت يقطعه. هو بس في حاجه قبل ما نعمل الكلام ده نحتاج نعدلها، ان احنا نخلي اندكس للريكورد في البدايه كانيشاليزيشن لو مش بصفر، بسالب واحد. ليه؟ علشان هو في البدايه اصلا ما فيش حاجة اسمها اندكس سالب واحد، انما ممكن يكون في اندكس صفر، فساعتها هيروح يشوف الاندكس صفر فهيلاقي ان هو ما فيهوش ريكورد، فده كان هيعمل مشاكل، انما لازم نخليه سالب واحد علشان ايه؟ عشان ما فيش اصلا حاجة الاندكس بتاع سالب واحد يعني فيه. احنا عايزين اللي يحصل ايه؟ ان انا هاخد سيلف دوبلينج دي من هنا، خد ده كوبي كده. دي المفروض اللي بتدل ان الفريم اللي تحت الريكورد اللي هو موجود في الفريم اللي تحت هو ده اللي شغال. فاحنا المفروض هنسأل هنا في البلاي بتاع الشات، بحيث ان انا هسأل هنا، هسأل بره هنا اللي هي بي تي بلاي شات كوم، هسأل على البتاعه دي كلها بحيث هو مايل له ايه. اف ان سيلف دو بلاينج بيساوي سو واحد، يعني الريكورد اللي في الشات شغال ساعتها، تعال نقول ان هو بيساوي سو صفر يعني مش شغال. لو مش شغال الاوامر دي طبعا هي اللي هتتنفذ، صح؟ اللي هم دول كده، ده لو مش شغال تمام كده. طب لو شغال، لو شغال يبقى في حاجة تانية هتتنفذ، انه اللي هيحصل ان هو هيقفل الثريد بتاعته، صح؟ فالمفروض يعمل ايه؟ المفروض يخلي سيلف دوت ستوب له بكام؟ بواحد برضه. سيلف دوت ستوب بواحد، مش ستوب شاب بقى، ستوب ده عشان يوقف الفانكشن بتاع الديوريشن مش بتاع الشات برضو، مش دي، لا الفانكشن بتاع الديوريشن بتاع الفريم اللي تحت، تمام. بعد كده هيعمل سيلف دوت ستوب بواحد بالشكل ده، والمفروض ان هو هيخلي البلاينج بزيرو بقى، هيخلي سيلف دوت بلاينج المفروض بيساوي صفر. وبعد كده المفروض حاجه كمان، ان هو تعال نشوف هو احنا كنا بنوقفه هناك زي ازاي في البي تي بلاي، او في البي تي بلاي دي الاوامر ان هو عشان كان يقف اهو، ده اللي كان بيحصل بالشكل ده كده. هاجي تحت هنا واشيل دول كده من هنا واحط الاوامر دي، ان هو يعمل ايه؟ هيعمل بي تي بلاي، هيعمل له كونفيجر بتاعه ان هو ديسيبلد، السلايدر ديسيبلد، بعد كده بي تي بلاي يرجعه تاني بالشكل ده، يوقف البلاينج، يعمل البلاينج بزيرو، يخلي الاستوب ده بواحد عشان يوقف الثريد بتاع الديوريشن. والمفروض بعد ما انت وقفت بلاينج تروح بقى تنفذ الاوامر بتاع اللي جوه دي، صح؟ اللي هي اللي جوه هنا دي بقى، ان انت عايز تنفذ ان في حد يشتغل يعني، صح؟ طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ احنا الاول لازم ناخد السطر ده كده من هنا كوبي، عشان هنعمل واحد زيه بالظبط هنا كده، انه هيفضل يتشيك على مين؟ مش على الكلام ده بقى، لا على البي تي بلاي بالشكل ده، اللي هو سيلف دوت بي تي بلاي، هيتشيك على الستيب بتاعته. طول ما هي لسه ما وصلتش النورمال، ده معناه ان الفانكشن بتاع الديوريشن بتاع الفريم اللي تحت ما وقفتش. اول ما يوصل لنورمال يبقى الفانكشن الحمد لله ايه، وقفت، اللي هي بتاع الديوريشن اللي تحت. ساعتها اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هو المفروض يشغل، هو دلوقتي بقى البلاي بصفر خلاص، يشغل بقى الريكورد اللي هو المفروض يشغله ده. فاذا هستدعي الفانكشن دي جوه هنا تاني، يعني تحت هنا هستدعي الفانكشن تاني، ولكن المره دي. طب انا ليه بستدعي الفانكشن نفسها؟ يعني انا دلوقتي بستدعي الفانكشن جوه الفانكشن، صح؟ طيب انا ليه بستدعي الفانكشن نفسها جوه الفانكشن بالشكل ده؟ علشان بس عشان في المره الاولى كان البلاينج بواحد، صح؟ فما راحش نفذ الاوامر دي، ولكن في المره الثانيه هيبقى البلاينج بصفر،
اه ساعتها لاني بقى انا وقفت اللي تحت، فساعتها هيروح بقى ينفذ الاوامر اللي دي عادي ويشغل الايه الريكورد اللي انا بشغله. طيب البي تي بلاي شات كوم ده محتاج الريكورد اللي انا المفروض ان انا بشغله دلوقتي، اللي هو هيبقى عباره عن ايه، اللي هو عباره عن اندكس للريكورد اصلا اللي هو جاي لي برضه، لان انا لسه جوه الفانكشن. ماشي، طبعا هتبقى هنا سيلف كده. تمام، طيب كده احنا عملنا حاله واحده بس منهم. الحاله ايه؟ ان لو البتاع الفريم اللي تحت ده شغال وانا ضغطت على اي واحد من فوق، اللي فوق هو اللي هيشتغل. يعني انا قمت مشغل كده وجيت هنا وعملت ريكورد وهضغط على ستوب شويه، اضغط على ستوب، بعد كده هشغل ده وهو شغال هشغل اللي فوق. تعال نشوف كده. وعملت ريكورد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما انت شايف الدنيا شغاله تمام. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو وقف اللي تحت واللي فوق اشتغل. طيب تعال نجرب ان انا اشغل اللي فوق واوقفه. السلام. وقفته بالشكل ده. تعال نكمل تشغيل اللي تحت. اضغط على ستوب شويه، اضغط على ستوب. زي ما انت شايف الدنيا شغاله تمام. ناقص ايه بقى؟ ناقص حاجه كمان. الحاجه اللي ناقصه ايه؟ زي ما انت شايف انا خليت ان اللي فوق الريكورد اللي فوق يقطع الريكورد اللي موجود في الفريم اللي تحت. انا عايز اللي يحصل العكس برضو، ان لو هو كان واحد من اللي فوق شغالين وجه يضغط على الريكورد اللي تحت، الريكورد اللي تحت يقطع الريكوردات اللي فوق. فممكن نعملها ازاي؟ نعملها عن طريق البي تي بلاي بتاع الريكورد اللي تحت، صح؟ يعني فين الريكورد اللي تحت اللي هو بي تي بلاي لو؟ هنشوفها هنا، بي تي سند ريكورد بلاي، اهو ده البلاي. هقول له ان انت مش هتنفذ اي حاجه من هنا دي خالص الا لو كان سيلف دوت بلاينج للشات اللي هو اللي فوق بقى بيساوي يساوي صفر. طول ما هو بيساوي يساوي صفر ده معناه ان مفيش اي ريكورد شغال، يبقى انت تمام وهتنفذ دول. إلس بقى ان هو لا ده طلع بيساوي واحد، يبقى ايه؟ يبقى في حاجه شغاله لازم تروح توقفها الاول. طب انا كنت بوقف الريكوردات اللي فوق ازاي؟ اللي هي اللي موجوده في الشات نفسها، كنا بنوقفها عن طريق الحاجات اللي زي دي كده، اللي هي دي كده، صح؟ الاوامر دي هي اللي كانت بتوقفها. وتعالى ناخد ده بالحته اللي تحتها دي، ماشي؟ طيب فالمفروض هي دي الحاجات اللي كانت بتوقفها، فهاجي هنا واعمل كده، ان انا بقول له هتخلي البلاينج زرار البلاينج هيبقى ديسيبلد، السلايدر ديسيبلد، هتعدل زرار البلاينج يبقى مكتوب فيه كده، وهتعمل ستوب. وزي ما انت شايف ستوب للشات هتبقى بايه؟ هتبقى بواحد علشان الفانكشن بتاع الديوريشن بتاعته تقفل. طيب ولكن المفروض ان هو بقول له برضه هتستنى لحد ما الزرار ده يبقى نورمال. ليه؟ علشان يدل ان الفانكشن بتاع الديوريشن انتهت، لان هي اللي بتخلي الزرار نورمال. ساعتها اللي هيحصل ايه؟ ساعتها هتستدعي نفس الفانكشن تاني اللي هي بي تي بلاي كوم. ليه؟ عشان المره دي البلاينج هيكون بزيرو. عشان المره دي البلاينج هيكون بزيرو. ازاي؟ اللي هو بلاينج للشات يعني. ازاي؟ تعالى هوريك دلوقتي ان انا ممكن اعمل كده سيلف دوت بي تي بلاي كوم، ولازم انا اخلي بلاينج للشات دي بقت بزيرو خلاص بعد ما ادخل هنا، بعد ما ادخل في الالس. ليه؟ عشان في المره اللي بعدها اما يجي يستدعي نفس الفانكشن جوه ما يدخلش هنا تاني بقى، لا يدخل هنا بحيث ان هو يشغل بقى الريكورد. فتعالى كده نشغل، وضغطت هنا، وبعد كده هعمل ريكورد بالشكل ده كده، بعد كده هضغط على ستوب. تعالى نشغل ده، واحنا شغالين نشغل ده. السلام عليكم ورحمة الله. هعمل ريكورد بالشكل ده كده، زي ما انت بعد شايف كده هضغط على قطعه بالشكل ده. تعالى ان احنا بقى نشغل اللي تحت ده ونقطعه باللي فوق. يعني لو انا عملت كده هعمل ريكورد بالشكل. الله وبركاته. زي ما انت شايف تمام، يعني الدنيا شغاله تمام، ده شغال وده شغال. بعد كده هضغط على اضغط على سند اترسل، تقدر تشغل برضو وتعمل نفس الحركه. السلام عليكم ورحمه. بعد كده هضغط على الله وبركاته. زي ما انت شايف الدنيا شغاله تمام، وكل حاجه بتقطع كل حاجه علشان البرنامج يشتغل صح زي ما انت شايف كده.
كده المفروض التسجيل الصوتي خلص. ممكن انا بقى وانا قاعد كده في البرنامج مع البرنامج انا لوحدي، ممكن ايه اقعد اجرب بقى كده اشوف ايه المشاكل التانية اللي انا ما خدتش بالي منها وانا في الميتنج معاكم دلوقتي او في الفيديو. ممكن ايه ممكن يكون في مشاكل تانية مثلا هتظهر انا ما خدتش بالي منها، اقعد اجرب على البرنامج ونشوف. طيب لكن لحد دلوقتي الدنيا شغالة تمام وكله تمام. في بس مشكلة كانت ظهرت في الفيديوهات اللي فاتت وقلنا سيبوكم منها دلوقتي هنعدلها بعدين، اللي هي ايه؟ اللي هي حكاية اني لما جيت اللي هو الحاجة اللي ظهرت في المحادثة الأخيرة آخر حاجة مبعوتة هنا، زي ما أنت شايف حاطط اسم الريكورد بالشكل ده كده. أنا مش عايزه يحط اسم الريكورد، أنا عايزه يقول لي آخر حاجة مبعوتة ريكورد وخلاص، يعني يكتب لي كلمة ريكورد. فممكن نعمل الكلام ده إزاي؟ طبعًا آخر حاجة مبعوتة دي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في الشات. يعني هنا كان في حاجة اسمها لود شاتس، دي اللي كانت بتحط آخر حاجة مبعوتة والكلام ده كله، بحيث إن هي بتحط النيم وبتحط التايم، والمفروض إن هي بتحط آخر حاجة مبعوتة هنا. فالمفروض الكلام ده نظبطه، يعني زي ما أنت شايف أهو، هي بتحط ده كده اللي هي بتحطه اللي هي إيه؟ آخر حاجة مبعوتة. طيب أنا مش عايز تحط آخر حاجة مبعوتة بالشكل ده كده، إحنا ممكن نعمل حالة إف بسيطة، يعني ان انا هسأل او هاخد السطر ده من هنا كده كوبي وتعالى نسأل هنا، هنقوم قايلين اف ان الكلام ده بس اوف واحد بقى، لان ده بيجيب لك الكيز اصلا، او ده بيجيب لك ده كده بيجيب لك الفاليوز صح. تعالى نقوم قايلين له اوف كيز، او خلينا نقول فاليوز عادي ماشي، وخليها اوف 1. اوف 1 يعني ايه؟ يعني هيجيب لي فولس دي الفولس دي كده يعني، فهو بيجيب الفاليوز دي اللي هي فولس دي فولس دي كده، اللي هي رقم واحد بيساوي يساوي ترو، يعني لو هي كده ساعتها يبقى ده ريكورد صح، لان لو دي بترو ساعتها هيدخل جوه الاف دي يبقى ده ريكورد. يبقى عشان كده هقوم عامل فاريبل اسميه انفو، واقوم قايل ان احط فيه ان هو ايه ان هو عباره عن الاساسي يعني بتاعه، ان هو عباره عن حاجه بالشكل ده كده اوف زيرو. يعني لو هو نص هيبقى الفاليو او بتاعه الانفو هتبقى هالو بالشكل ده، ده لو هو نص يعني. انما لو هو ريكورد تبقى الفاليو بتاعته مش زيرو، مش تبقى اللينك اللي محطوط هنا. امال هتبقى ايه لو هو ريكورد؟ هتبقى ريكورد بس، يعني انا عايزك تكتب لي كلمه ريكورد بس بالشكل ده كده، بحيث ان انا تحت هاخد انفو دي بقى واحطها فين؟ احطها هنا مكان الليبل ده، يعني هنا كده. المفروض فين فيها التكست الليبل بتاع اوف نيم اهي ماشي، بعد كده اوف تايم دي اللي فيها الانفو اهي دي كده. طيب ممكن ناخد دي بقى كده ونحط بدل انفو بالشكل ده، بحيث ان انا لو فتحت هتلاقي اللي حصل ان هو قال لك ريكورد، قال لك كلمه ريكورد بس كده. انما لو نص مبعوت قال لك النص اهو، ده النص ده اخر حاجه مبعوته كانت نص، ففعلا قال لك النص. انما ده اخر حاجه مبعوته كانت ريكورد فقال لك ريكورد. طيب بالمره بقى محتاجين نظبط حاجه بسيطه كده في التطبيق ده، ان يبقى هنا ما يبقاش فيه الكلمه المبعوته وهو ريكورد ولا لا وخلاص، لا انا عايز برضو يبقى فيه كمان كي وفاليو. الكي ده يكون التايم، التايم بتاع الرساله، الرسالة دي مبعوتة الساعة كام؟ فأقول له مثلا 11:25 مثلا بالشكل ده، وتعالى نقول بي ام مثلا. طيب وتعالى هنا نديله كمان كي وفاليو هيكون اللي هو بتاع السين، هو اتعمل سين ولا لا، وهنقوم قايلين ترو بالشكل ده، يبقى لو ترو يبقى هو سين فعلا. فممكن ناخد الكلام ده من هنا ونكرره في بقية الايه؟ في بقية الشات بالشكل ده كده. وهم وهنا برضو. طيب بحيث ان اللي هيحصل ايه، تعالى نظبط بس الدنيا شويه، ننقل ده لتحت، بعد كده ننقل ده لتحت، بعد كده ننقل ده لتحت، بعد كده ننقل ده لتحت بالشكل ده كده. طيب يبقى دول عندي المحادثة الأولى دي كده، والمحادثة الثانية هعمل فيها نفس الحكاية دي هنا كده، يبقى أنا بحط فيها السين والتايم. طيب ده كده تمام، تعالى نغير التايم ده شوية خليها 25، تعالى نقول دي 26 مثلا، تعالى نقول دي
12، تعالى نقول دي اي ام بقى ولا حاجة. بعد كده تعالى نقول دي الساعة 1، وخلينا نقول اي ام. تعالى نقول الريكورد ده مبعوث الساعة 1 برضو، 26 اي ام. طيب بعد كده اللي بعده ده خلينا نقول مثلا ان هو الساعة 1 بي ام. ده بعته الساعة مثلا 2 25 ماشي. بعد كده مثلا ده الساعة 03 مثلا 25، خليها 35 بقى. بعد كده تعالى هنا مثلا خليها 0، وتعالى نقول ان هي 4 ماشي بالشكل ده كده. طبعا لو انا شغلت المفروض البرنامج هيشتغل عادي من غير اي مشاكل يعني، ولكن حكاية السين وحكاية التايم لسه ما ظهرتش. طيب حكاية السين والتايم دي بتظهر فين؟ بتظهر لما بيجي، بتظهر مرتين. في المرة الاولى ان هو لما بيجي يعمل انت للشات، بحيث ان هو بيضيف البيزك فريم بتاعه بتاع الشات والكلام ده اللي هو ده. ساعتها كنا بنعمل البيزك فريم ده جريد كونفيجر بالشكل ده، كنا قلنا ان هو عبارة عن رو واحد بس وفيه حاجتين، الحاجة اللي على الشمال هي ايه؟ هي الرمز، والحاجة اللي على اليمين هي ايه؟ هي النص. فالحاجة اللي على الشمال اللي هي الرمز هي السي اتش دي، والحاجة اللي على اليمين اللي هي النص هي الفريم تكست ده. فانت عايز اللي يحصل ان الفريم تكست ده انا هعمل له برضه جريد كونفيجر هو كمان، بحيث ان انا التكست ده، المفروض التكست ده احنا كنا بنعمل له باك صح؟ اه كنا بنحط باك ونحط جواه التكست. طيب خلاص احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل سيلف دوت فريم تكست بالشكل ده كده، بعد كده دوت جريد كونفيجر، وخلينا نقوم قايلين ان انا محتاج ايه؟ محتاج ان هو جريد كولوم كونفيجر مثلا، او رو كونفيجر على حسب. جريد كولوم كونفيجر، انا هخلي ان هو انا عايز الاول رو ماشي، فتعالى نقول رو كونفيجر، وانا عايز ان هو رو 0 ده اللي هيكون فيه الايه النص، فما فيش اي مشاكل. ده هيكون الويت بتاعه بزيرو بزيرو مثلا ماشي، وهيبقى معايا مش رو 0 بس، لا هيبقى معايا 0 1، معايا 2 روز، الرو 0 موجود فيه التكست والرو 1 موجود فيه التايم والسين تمام. فهنا لو هو نص مش هنخليه بقى باك، هنخليه جريد، وهنديله ان الرو بتاعه بزيرو والكولوم هيكون بزيرو، لان اصلا هو هيبقى فيه كولوم واحد بس. فعشان كده تعالى هنا برضو نعمل له كونفيجر ان هو بالشكل ده كده دوت جريد كولوم كونفيجر، ان هو فيه كولوم واحد بس، والويت بتاعه هيكون على حسب الحاجه اللي محطوطه فيه برضو هيكون زيرو. طيب كده تمام، كده انت حطيت فيه ايه؟ حطيت فيه الشكل ده كده. ده لو ايه؟ ده لو هو مش ريكورد. طب لو هو ريكورد، لو هو ريكورد انت كنت بتحط فيه حاجه زي ما انت شايف. لو هو ريكورد كنت بتحط فيه البي تي بلاي، وكنا السلايدر، وكنا بنحط فيه الليبل تايم صح، وبرده كنت بتحطهم جريد، فدول تمام. يبقى انت دلوقتي حطيت في الرو رقم 0 سواء نص او ريكورد، حطيتهم كلهم في الرو رقم 0. طب بره الاف بقى، بره الاف لو انا في الرو رقم 1، المفروض لو انا في الرو رقم 1 هحط حاجه بقى، هحط في الحالتين سواء ريكورد او نص هحط السين واحط التايم اللي مبعوت فيه الرساله دي صح. فهعمل سيلف دوت ال بي ال او فريم مثلا، تعالى نسميه لور فريم بالشكل ده كده، وخلينا نقول ان هو بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي فريم بالشكل ده كده. وتعالى هنحطه فين بقى؟ ده المفروض احنا هنحطه على الفريم تكست اللي هو ده، ولكن هيبقى في رو 1 صح؟ يعني هيبقى في رو 1 ماشي. فالمفروض ان انا هاخد لور فريم ده كده، المفروض طبعا هو يبقى ترانسبيرنت طبعا، بس انا هديله لون عشان يظهر بس. دوت جريد، وهنخلي ان الرو 1 وكولوم كده كده هو اصلا كولوم واحد، فهم ايه كولوم 0 بالشكل ده. طيب تعالى نديله باد واي مثلا ب2، وباد اكس مثلا ب2 او بكام، ب3. وتعالى نعمل ايه؟ تعالى نحط فيه نص. فتعالى نعمل سيلف دوت لور فريم، او سيلف دوت اللي بيقل بقى مثلا تايم ماشي. هو في فاريبل اصلا اسمه اللي بيقل تايم، ولكن
مفيش اي مشكله. طيب ايه اللي بيقل تايم؟ خلينا نقول بيساوي ايه، بيساوي ان هو برضو CTK دوت CTK ليبل بالشكل ده كده، والمفروض ان هو هيتحط على اللور فريم بالشكل ده كده، وهيبقى التكست بتاعه هيبقى عباره عن ايه؟ التكست بتاعه هيبقى عباره عن التكست بتاع التايم اللي هو عباره عن ايه برضو، اللي هو عباره عن حاجه بالشكل ده. هياخد ده كده من هنا كوبي. طيب والمفروض ان هو مش هيبقى فيه كده، لا هيبقى فيه تايم، بحيث ان انا هاجي هنا كده واقوم قايل له ايه تايم. طيب كده تمام. بعد كده هعمل سيلف دوت ال بي ال تايم دوت جريد كونفيجر او جريد بس الاول، تعال نحط رو 0 كولوم 0 مثلا. طبعا احنا المفروض اصلا نعمل كونفيجر للور فريم ده، ولكن تعال نشغل بس، انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل. يعني تعال نحط اف جي كلر ان هو بريد في البدايه، وتعالى نشغل ونضغط هنا، هتلاقي ده اللي حصل، ان هو فعلا ضاف التايم اللي موجود. يعني هو ضاف التايم، ولكن ضافه بشكل كبير. يعني التايم دلوقتي انا شايف ان هو مبوظ شكل الفريم، يعني هو شكله كبير. فاحنا كده اصلا هنحتاج نعمل ايه؟ هنحتاج ان احنا بنصغر طبعا الفونت بتاع التايم ده شويه. يعني هنا كده هنخلي الفونت بتاعه هيبقى مثلا اريال، وتعالى نقول 11 وبس. وتعالى هنا نديله هايت عشان ياخد اقل ارتفاع معمول له، 5 مثلا. وبعد كده المفروض ان هو هيشتغل تمام. ولكن تعالى نعمل كونفيجر للور فريم ده الاول. هنعمل سيلف دوت لور فريم دوت كونفيجر، طبعا هيبقى عباره عن رو واحد بس، فهيبقى 0 دوت جريد كونفيجر جريد رو كونفيجر، وهيبقى 0، وهيبقى الويت بتاعه ب 0 لان هو رو واحد بس. والمفروض ان انا هعمل سيلف دوت لور فريم دوت جريد كولوم كونفيجر، وهيبقى معايا 0 1، وهيبقى ايه؟ وهيبقى الويت ب 0. بس خلي بالك الويت ب 0 بتاع ايه؟ بتاع الكولوم اللي هو رقمه 0 او اللي هو رقمه 1 او اللي هو رقمه 1. طيب اللي هو رقمه 0 بقى انا هخلي الويت بتاعه بواحد عادي، الويت بتاعه بواحد. ليه؟ علشان هو ده اللي هيحصل له اكسباند اللي هو موجود في التايم عشان يظهر على اليمين يعني. فعشان كده هخلي الويت بتاعه بواحد بالشكل ده اللي هو الكولوم رقم 0. طيب والمفروض ان ده هيكون موجود في الكولوم التايم، يعني موجود في الكولوم رقم 0 اصلا. طيب دلوقتي تعالى نعمل ايه؟ هنخلي خاصيه الاستيكي هنا ان هي تبقى على اليمين، فكون ايست بالشكل ده كده. وتعالى نشغل واضغط هنا، زي ما انت شايف التايم قل شويه، ولكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه برضو لسه في النص هنا، صح؟ انا عايز التايم ده زي ما قلنا يجي على اليمين. فالمفروض الفريم نفسه اللي هو اسمه لور فريم اللي هو ده، لازم تكون خاصيه الاستيكي بتاعته ان هو متمدده على طول الفريم، يعني ان اس دبليو اي بالشكل ده، علشان يبقى الفريم اللي تحت ممتد. ده بقى ياخد اي وضع له جوه الفريم، بحيث ان انت لو فتحت كده وضغطت هنا هتلاقي فعلا الفريم نفسه ممتد، ودايما التايم موجود على اليمين بالشكل ده كده. تعالى بقى نبقى نكمل خاصيه السين والتايم الحاجات دي في الفيديو الجاي، علشان الفيديو ده ما يطولش عن كده.